كرجل قانون هنا بقى متخصص في هذا الأمر، كيف قرأت حكم الدستورية اليوم ببطلان الشورى وبقاء الشورى أيضا؟ يعني هي باطلة، أو يعني هو مجلس باطل لكن هو قاعد معانا باطلا حتى بتشريعاته، والتشريعات موجودة اللي جاي. هو الحقيقة في حاجة مهمة لازم نقولها، هم إخواننا اللي قاعدين في الحكم مبسوطين إنه المحكمة الدستورية أبقت على مجلس الشورى إلى أن يتم انتخاب برلمان. وأنا أقول أنه لن يتم انتخاب برلمان في الفترة في خلال عام، حتى في خلال عام هذا العام لن تكون هناك، وأنا أوقن بذلك. لأنه هم مستمرئين لهذا الوضع ومستمرئين لوجود مجلس الشورى. هم عايزين ليه برلمان؟ عايزين برلمان عشان يقوم بعمليات تشريعية معينة. هم حريصين الأول أنهم يطلعوا قانون سلطة قضائية يطلع، لأن قانون السلطة القضائية هيترتب عليه أن حوالي 3500 قاضي هيطلعوا على المعاش. قانون السلطة القضائية ليست فيه اللي هم حاطينه أي وسيلة من وسائل مثلا مواجهة الفساد أو غير ذلك، لأنهم بيقولوا إحنا عايزين نواجه الفساد. هو بس مجرد 3500 قاضي هيطلعوا على المعاش لأنهم تعدوا سن 60. إنما قانون السلطة القضائية الحالي المتاح موجود فيه الوسائل التي تتيح للهيئة القضائية أنها تواجه الفساد داخليا زي التفتيش القضائي وغيره. لكن هم الحقيقة مستمرئين الحكاية دي إلى أن من مجلس الشورى يصدر قانون البرلمان، قانون السلطة القضائية، وهو أهم القوانين التي يطلبها الإخوان. ليه؟ لأنه هيترتب على هذا القانون ده خروج 3500، ولما يخرج 3500 لازم يدخل مكانهم 3500، واللي هيدخل مكانهم هيدخلوا من المحامين، ومش أي محامين هيدخلوا، عشان زمايلنا المحامين ما يفرحوش. أولا المحاماة نفسها قيمة، أن تظل محاميا طبعا. صاحب رسالة. لكن في ناس بتبقى عايزة تنتقل إلى القضاء، الذي سينتقل إلى القضاء هم محامو الإخوان فقط. فبالتالي اللي هيشرف لنا على الانتخابات الجاية في منهم 3500 واحد هيكون تابع للإخوان. فعلشان كده عايزين يطلعوا القانون الأول، قانون السلطة القضائية، من مجلس الشورى حتى تتاح لهم فرصة تزوير الانتخابات القادمة. وهذا الكلام أنا بقوله على مسؤوليتي ومن خلال معرفتي الخاصة بكثير من الشخصيات، اللي أنا عارف أن بعضهم من محامين الإخوان بدأوا يجمعوا الأوراق بتاعتهم توطئة لبعد صدور الحكم أنهم يقدموا ويدخلوا في القضاء على طول. لكن في صدام مع الأسرة القضائية، مع طبعاً. المجتمع القضائي. انا بقول لك هدفهم ايه. فعلشان كده بقول لك لسه شويه لحد ما، لانهم عارفين ان شعبيتهم هبطت تماما، وان هم لو نزلوا اي انتخابات هيفشلوا فيها فشل ذريع فيما لو اجريت الانتخابات بطريقه صحيحه وشفافه وتحت رقابه دوليه وليست تحت رقابه محليه فقط. فعارفين انهم هيسقطوا، يبقى لازم تكون في وسيله اخرى تمرر عدد كبير من الاخوان. وهم لا يقفون، يعني حد يجي يقول لي حرام عليك الناس دي بتاعت ربنا ازاي هتزور؟ هقول لانه في منهجهم وفي عقيدتهم ان الضرورات تبيح المحظورات، ان التزوير حرام لديهم زي ما الكذب حرام برضو لديهم، لكن الضرورات تبيح المحظورات. وبما ان الاسلام قد وصل الى الحكم في تقديرهم بالديمقراطيه، فلا يجوز ابدا ان ينزل الاسلام من على كرسي الحكم ويخرج بالديمقراطيه، بل يجب ان نجاهد الاخوان بيقولوا كده حتى يظل موجود على الحكم الاسلام، اللي هم متصورين نفسهم الاسلام. لكن حكم المحكمه الدستورية اللي صدر الحقيقة هو لأول مرة نحن نحترم أحكام المحكمة الدستورية، ونحن لن نمارس بلطجة كما مارسوا هم بلطجة من قبل. لكن المحكمة الدستورية حكمها تأخر ليه؟ انت فاكرة حضرتك يوم ما عطلوا المحكمة الدستورية ومنعوها من الانعقاد أكثر من مرة عشان تصدر أحكام في هذه القضية؟ هم كانوا بيعطلوها إلى أن يأتي هذا الوقت، كان عندهم ليه؟ لأن الموضوع متعلق بالأخوانة، هم مش مهتمين بسد النهضة لأنه ملوش علاقة بالإخوانة. لكن قانون السلطة القضائية له علاقة بإخوانة الدولة بأكملها، بالاستيلاء على السلطة التشريعية مستقبلا وباقي السلطات، خاصة وأن تحت أيديهم الآن السلطة التنفيذية. فوقفوا بلطجية، مجموعة من البلطجية واللصوص والأفاقين اللي لبسوا ثياب الدين وأطلقوا اللحى ووقفوا حوالين المحكمة الدستورية، هؤلاء البلطجية، عشان يعطلوا المحكمة الدستورية أنها تصدر حكم. دلوقتي حضرتك بقول إن في تهديد وصل إلى المحكمة الدستورية، وأنا أكلمك على يقين بأنه من الممكن أن
يكون هناك استفتاء لحل المحكمة الدستورية، أن يطرح مشروع من الرئاسة على الشعب للاستفتاء على حل المحكمة الدستورية. فبالتالي المحكمة الدستورية كانت في مهب الريح. ماذا تفعل؟ هي أعملت قدر من الملائمة السياسية والمؤامة السياسية لكي لا تحل؟ في المقام الأول لكي لا تحل، في المقام الأول لكي لا تحل. وقالت إنه هو الأصل في لما بيصدر حكم بيقول عدم دستورية القانون الفلاني ده، القانون اللي صدر سنة 2005 مثلا، عدم دستوريته معنى كده إن هذا القانون غير دستوري من ساعة ما صدر، باطل ومنعدم من ساعة ما صدر سنة 2005. في بعض الأحيان بيكون القانون اللي صدر رتب حقوق مالية للدولة زي قوانين الضرائب مثلا، وأدخلت مليارات الجنيهات إلى الدولة. فلو ترتب أنه يصدر الحكم بعدم دستوريته من ساعة ما القانون ما صدر، ده هيترتب عليه أن الدولة هترجع للناس مليارات، وقد يكون هذا الأمر فوق طاقة خزينة الدولة. فأعطى في تعديل لقانون المحكمة الدستورية، أعطى لها الحق أن تؤقت أو أن تجعل الحكم نافذا أو عدم الدستورية نافذة بأثر رجعي، بأثر فوري من تاريخ صدور الحكم نفسه من ساعة ما الحكم ما صدر. برضو في الأمر بتاعنا كان من المفترض، يعني في المؤامات بتاعة المحكمة الدستورية اللي بنحترم أحكامها واللي بنحذر وبنقول للناس خلي بالكم لأنه ممكن المحكمة الدستورية تطير بسبب طب ولو يعني خلينا نقول السيناريوهات، ولو حلت المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية تم تقليم أظافرها في هذا الدستور وأصبحت لها رقابة سابقة وليست لها رقابة لاحقة، يعني حصل لها نوع من التدجين بصراحة في هذا الدستور، فيعني فضل يعني في آية في القرآن بتتكلم عن أنه العقائد الأخرى لن ترضى عنك إلا إذا اتبعت ملتهم. فالمحكمة الدستورية عشان يرضوا عنها لازم تكون محكمة إخوانية حتى يتبعوا ملتهم، حتى وهي توائم سياسيا الآن، حتى وهي توائم سياسيا، لأنها قد توائم اليوم ولا توائم غدا، لكن هو عايز الذي يتلقى الأمر مش عايز الذي يعمل المواءمة. الذي يتلقى الأمر فينفذ، نائب عام يتلقى الأمر فينفذ، ده ما بيعملش المواءمة مثلا. فهنا المحكمة الدستورية أعملت المواءمة دي. المواءمة دي بيترتب عليها إيه؟ بيترتب عليها أن احنا دلوقتي أصبحنا أمام حالتين من حالات الاستثناء. إزاي؟ أصلا سلطة التشريع لمجلس الشورى هي سلطة مستثناة بحكم الدستور، استثنى وقال إلى أن يكون هناك برلمان فيبقى التشريع لمجلس الشورى، فيبقى سلطاته سلطات استثنائية وليست سلطات مطلقة أو أصيلة. طيب بقاء نفسه الآن أصبح بقاء استثنائيا، لأنه مسألة البقاء سيزول بقاء مجلس الشورى بالكامل عندما يتم انتخاب برلمان، فيبقى في استثنائين، أصبح مجلس الشورى هو أداة استثناء مش أداة استثناء واحدة، أداتين استثناء، والاستثناء لا ينبغي أبدا التوسع في سلطاته وفي اختصاصاته. فإذا احنا هو دلوقتي مجلس الشورى قدام الشعب مكشوف وعريان، وبمناسبة العريان الدكتور العريان أول حاجة عملها زي الرجل اللي كان بيطلع في الفيلم وقول أين أشيائي أين أشيائي، طالع النهاردة يقول أين البرلمان أين البرلمان. فإزاي أين البرلمان؟ قال لقد ألقى علينا حكم المحكمة الدستورية على مجلس الشورى تبعة الإسراع في إنهاء حكم في إنهاء تشريعات البرلمان. يعني هذا الرجل همه في الدنيا فقط أن يكشف أن الإخوان يريدون إخضاع الدولة لسيطرتهم. أين البرلمان من عصام العريان؟ فأصبح مجلس الشورى مكشوف أمام الشعب. يا مجلس يا شورى، فيما لو سمعت كلام مؤسسة الرئاسة والبيان بتاعها إلا قالوا لك أن أنت سلطتك مطلقة، أنت بتحط نفسك تحت مقصلة التاريخ. ليه؟ لأن أنت استثناء في استثناء. فإذا ينبغي أن تدرأ عن نفسك الشبهات وتبتعد عن القيام بالتشريع في القوانين التي تحتاج إلى نقاشات مجتمعية أو أن تكون مرتبطة بالدساتير. يعني مالكش دعوة بقانون البرلمان، مالكش دعوة بقانون السلطة القضائية، اوعى تقرب من قانون السلطة القضائية. هم ماكينة إصدار قوانين، هؤلاء كلهم ينتمون للحرية والعدالة معظمهم، والإخوان المسلمين دول بينفذوا. الحقيقة أنا
انا مش بوجه الكلام بس لمجلس الشورى، انا بوجه الكلام وبقول للشعب نفسه، يعني اعلم ايها الشعب ان هم لو كانوا حريصين قوي او لو زاد حرصهم ورئاسه الجمهوريه قالت لهم يلا بسرعه خلصوا، هتبقى المساله عامله زي ايه؟ عارفه حضرتك في مثل شعبي بيقول حط طوبه على طوبه تبقى العركه منصوبه. ايه المثل ده؟ قصده ايه المثل ده؟ ايه قصته؟ قصته ان في مجموعه من اللصوص ارادت ان تسرق بيت احد الاثرياء في بلد من البلاد، في قريه من القرى، فراحوا اتفقوا انهم يقعدوا قدام مجموعه منهم تقعد قدام بيت هذا الثري ويتخانقوا مع بعض، فيهتم اهل القريه ويجروا جري ويحاولوا يحوشوا بينهم، في نفس الوقت اللصوص يدخلوا لان اهل البيت ذلك الرجل الثري سيخرجون ويتفرجوا على المعركه دي، فيجي حاطين صبي ليهم اللصوص، فاول ما يشوف المعركه هديت ولسه اللصوص ما خلصوش يروح قايل حط طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه، فهم عايزين العركه تبقى منصوبه والخلاف يبقى موجود ويطلعوا هؤلاء اللصوص، وانا بسميهم لصوص حقيقه لانهم بيسرقوا وطن، بيسرقونا كلنا وبيدخلونا في متاهات من اجل، مش من اجل الوطن، تعرف يا ريت لو كان من اجل الوطن، لو كان من اجل مصر، لو كان من عندهم مشروع عايزين يقدموه لمصر كنا هنضرب لهم تعظيم سلام، لكن من اجل الاخوانه ومن اجل تحويل مصر الى دوله تابعه للخلافه الاخوانيه مش للحكم الاخواني فقط. اسمح لي ان نقف هنا فصل قصير اخر، ونظريه حط طوبه على طوبه تبقى العركه منصوبه دي انا هتبعها وافضل متابعاها كده من نظريه الاستاذ ثروت، ونشوف في فيما بعد تبقى العركه منصوبه. فاصل.